بعد المباراة ايه اللي حصل؟ خلينا نروح نشوف ردود افعال الجمهور المصري بعد نهاية هذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحمد لله رب العالمين. هو كان رهان على الشعب المصري كله، كان مراهن النهاردة على رجولة اللعيبة، بعيدا بقى عن اي تخطيط لكيروش والحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده وكل واحد يلعب في مكانه، لكن كنا عارفين ان وقت الشده النهارده هنلاقي اللعيبه كلها بتادي. اصابات صعبه هتاثر علينا بقيه البطوله، يعني لعيب زي حمدي فتحي، لعيب زي الشناوي، من اهم اللعيبه اللي موجوده في المنتخب، بس الحمد لله وان شاء الله هنكسب المغرب. والله كل مباراه بيبقى ليها ظروف، انا عن نفسي قبل الماتش ده ما كنتش متوقع خالص الاداء ده، فما تعرفش، ربنا يسهل ان شاء الله ويكونوا بنفس الكفاءه كده باذن الله هنجيب حاجه كويسه باذن الله. طبعا الشناوي بيعمل هزه، يعني خصوصا لما يحط ايده على رجله كده، لا الشناوي عمل هزه جامده طبعا، لكن ممكن حمدي فتحي يتعوض، لكن برضو اي اصابه النهارده بتاثر. احنا بطل افريقيا 7 مرات، التاريخ معانا والجمهور معانا واللعيبه معانا ومحمد صلاح وربنا قبل كل الناس كلها. لا مصر يا مصر، هي دي مصر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كلهم رجاله من اصغر واحد عبد المنعم لحد محمد صلاح، كلهم والاصابات وكلهم الحمد لله رب العالمين اثبتوا ان هم رجاله، واحنا ما كناش عايزين منهم غير ان هم عملوه في الماتش. النهارده كان عقده مهم قوي قوي وفرحوا كل المصريين ولعبوا كلهم حلو. النهارده فكروني بايام 2006 و2008 و2010. اول مره المدرب يحط كل واحد في مكانه. حيتقال. سنين ما شفناش ماتش زي ده اهوت، مع اننا ما كسبناش، لكن شخصيه مصر ظهرت قوي في الماتش ده. انا حاسس ان المنتخب عنده اكتر من كده بكتير قوي. البطل ما بيخافش من حد. اي حد يواجهه يقدر يواجه اي فريق.